بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن في درس جديد من دروسنا في مادة الجغرافيا، والذي نتحدث به عن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. قلنا قد شرحنا في الدرس الأول من هذه الوحدة عن مفهوم الموارد الطبيعية، وقلنا هي الموارد التي توجد في الطبيعة دون تدخل الإنسان بها، وهذه الموارد تساعدنا على تلبية احتياجاتنا واستمرار حياتنا وبناء حضارتنا. في هذا الدرس سوف نتحدث كيف نستغل هذه الموارد بطريقة مثلى. أهداف الدرس هي الأهداف المراد منك عزيزي الطالب تحقيقها عند الانتهاء من هذا الدرس: أن تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدرس، وأن تتعرف العوامل المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية، وأن تذكر مؤشرات الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوضح أهمية المحافظة على الموارد الزراعية وكيفية استغلالها، وتتحدث عن كيفية الاستخدام الأمثل للموارد المائية والمعدنية وموارد الطاقة. الموارد الطبيعية: البيئة اللي هي عبارة عن المحيط اللي بعيش فيه الإنسان. الإنسان شو بعمل فيها؟ بيستغلها. ليش؟ حتى يستمد منها مقومات حياته، اللي بتأدي في النهاية إنه الإنسان يحقق من خلالها النمو الاقتصادي والاجتماعي. التنمية المستدامة: أنا هاي البيئة بقدر إني أستخدم كل إشي فيها، لكن بإني أحقق التنمية المستدامة. التنمية المستدامة أنا بقدر من خلالها أستغل الموارد الطبيعية في تلبية حاجاتي، لكن دون إلحاق الضرر بهاي الموارد الطبيعية، لأنه هاي الموارد الطبيعية رح تعيش عليها أجيال القادمة، أجيال المستقبل. فأنا هون أنا بستخدم الموارد الطبيعية بطريقة عقلانية، بحقق من خلالها التنمية المستدامة، أنا بستفيد وبتركها بدون ما أذيها حتى الأجيال القادمة تستفيد. الموارد الطبيعية أنا لازم أحقق لها الحماية، وهي الحماية حتى تتحقق بدنا كل جهود الأفراد والمؤسسات الحكومية والجمعيات حتى توعي المواطن تتضافر مع بعضها البعض. بدي تضافر في الجهود. تنين، بدي سن قوانين صارمة بحق المخالفين. هدول المخالفين اللي بيخالفوا حماية الموارد الطبيعية، زي اللي بيقوموا بالرعي الجائر، زي اللي بيقوموا بقطع غابات الأشجار الحرجية، فهدول أنا بدي أسن قوانين صارمة تفرض عقوبات على من يخالف هذه الحماية للموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية في منها غير قابلة للتجديد وفي منها قابلة للتجديد، زي ما أخذنا في الدرس الأول. أخذنا الغير قابلة للتجديد اللي هي زي الوقود الأحفوري والمعادن، أما القابلة للتجديد اللي هي زي الحيوانات اللي موجودة في الطبيعة، هاي بتتكاثر لحالها. النباتات بعضها يتكاثر لوحدها دون أن يتدخل الإنسان بها. طيب الآن بدنا نبلش درسنا بالنقطة الأولى اللي بتحكي لنا عن العوامل المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية. شو يعني استغلال الموارد الطبيعية؟ استغلال الموارد الطبيعية هو قيام الإنسان باستخدام الموارد الموجودة في الطبيعة وفق حاجاته، دون أن يحدث فيها الضرر وأن يحافظ عليها للأجيال القادمة. طيب إيش هي العوامل اللي بتأثر في استخدام الإنسان للموارد الموجودة في الطبيعة؟ في عندنا مجموعة من العوامل، منها أول إشي طبيعة المورد. طبيعة المورد، طبيعة المورد شو خصائص مورد؟ مثلا خلينا نحكي زي الذهب، شو خصائص هذا المورد؟ شو كميته؟ يعني قديش حجم تواجده في الطبيعة؟ شو نوعية هذا المورد؟ هل هو مهم؟ هل هو مش مهم؟ شو درجة وفرة المورد ومدى ملاءمته للاستغلال من قبل الإنسان؟ هل هو صالح لاستخدامه من قبل الإنسان أو غير صالح لاستخدامه من قبل الإنسان؟ هاي بتأثر على استغلال الإنسان لهذا المورد. أيضا غير طبيعة المورد عندنا السكان،
كل ما زاد عدد السكان كل ما زادت حاجتهم للموارد الطبيعية. أيضا ارتفاع المستوى المعيشي للسكان والذي يؤدي إلى زيادة الطلب على استغلال الموارد الطبيعية. كل ما زاد وارتفع المستوى المعيشي للسكان كل ما استغلوا الموارد الطبيعية أكثر. لكن زي ما بحكوها الفقير اللي ما معاه مصاري من وين لوين بده يجي يدور على موارد طبيعية. 3. المستوى التقني. التقدم التقني والتقدم العلمي في الدولة بيساعدوا على استغلال الموارد بشكل أفضل. كل ما تقدمت التكنولوجيا كل ما تقدم العلم بالتالي هم بيستغلوا هاي الموارد بطريقة أفضل. 4. التكلفة. يبدأ الإنسان باستغلال الموارد إذا كانت تكلفة استغلالها قليلة. لكن أنا إذا مثلا اطلعت على معدن أو مورد موجود في الطبيعة ولقيت إني تكلفة إني أنا أستخرجه من الأرض أعلى من تكلفة إني أنا أستورده، لا والله بستورده، ما بدور عليه ولا بكتشفه في المنطقة اللي أنا موجود فيها. طيب النقطة الثانية من درسنا بتتحدث لنا عن مؤشرات الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. مؤشرات الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. تعالوا بالأول نحكي عن الموارد الزراعية. احنا بنقدر انه نحافظ على الموارد الزراعية آسفة وننمي استغلالها بعدة طرق. من هاي الطرق الزراعة الكنتورية. ايش المقصود بالزراعة الكنتورية؟ ماذا تعني الزراعة الكنتورية؟ هي زراعة الأراضي قليلة الانحدار. الأراضي اللي بتكون قليلة الانحدار يعني ايش؟ ما بتكون زي المناطق الجبلية بتكون وعيرة، لا، قليلة الانحدار. بتكون تربتها عميقة. نزرعها احنا بالمحاصيل الحقلية على طول الحراثة الموازية لخطوط الكنتور. الزراعة الكنتورية شو الغاية منها؟ تعمل على تقليل جريان المياه على السفوح الجبلية. بتقلل جريان المياه، بتحافظ على المياه انها تضلها بالمنطقة اللي هي موجودة فيها، وتحافظ على التربة من الانجراف. فبالتالي انا شو بعمل في التربة هون؟ بقويها وتصبح اكثر ملائمة للزراعة. 2. الدورة الزراعية. زراعة مجموعة من المحاصيل بتعاقب منتظم لعدد من السنوات طبقا لنظام معين. هلأ أنا باجي بزرع طبقا لدورة، يعني بزرع محصول معين، هذا المحصول بيستهلكه البشر بطريقة أكثر وبالطريقة اللي أنا بقدر من خلالها أحافظ على خصوبة التربة وما أستنزف التربة. 3. مصدات الرياح. مصدات الرياح بتكون عبارة عن صف أو عدة صفوف من الأشجار والشجيرات نزرعها إحنا حوالين الحقول. ليش بنزرعها؟ حتى إحنا نخفض من سرعة الرياح أمام وخلف المصد. فبالتالي أنا بدي أقلل من تكسير فروع النباتات والأشجار وأقلل من الرياح اللي بتيجي قوية وأمنع انجراف التربة. لما أنا أزرع هاي مصدات الرياح بقلل من انجراف التربة، بمنع الرياح من إنها توصل قوية للنباتات اللي بتكون صغيرة وبتكون أصلا هي مش نباتات قوية زي الصنوبر والسنديان وبتعمل على تكسيرها، لا، أنا بخفف من قوة وسرعة الرياح. فبالتالي لما توصل لهاي النباتات ما بتكسرها وما بتلحق فيها أي ضرر. من مؤشرات الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية إذا ذكرنا كيف أنا بقدر أحافظ على الموارد الزراعية وبعض من استغلالها بطريقة مثلى. هلأ تعالوا نحكي عن الموارد المائية. الموارد المائية في عنا برضو عدة طرق أنا بقدر أستخدمها للموارد المائية بطريقة أفضل. من خلال استخدام طرق الري الحديثة. زي ايش طرق الري؟ التنقيط او الرشاشات. التنقيط بيجيبوا انابيب بتكون مثقوبة بسقوا فيها النباتات او المحاصيل الزراعية. الرشاشات اللي بنشوفها بتكون هيك ترشرش بكميات بسيطة على النباتات. فهاي طرق ري افضل من اني مثلا اجي امسك الخرطوم واسقي فيه النباتات والمحاصيل الزراعية. 2. توعية الافراد باهمية المحافظة على المياه. أنا بوعي الأفراد إنهم هم كيف يحافظوا على المياه. 3. تجديد شبكات المياه باستمرار حتى ما تكون مثلا فيها ثقب وتسرب لباطن الأرض وأنا هون ما أحافظ على المياه.
أربعة، الحصاد المائي الذي نهدف من خلاله إلى تجميع الأمطار من خلال زي ما أخذنا في الدروس السابقة الحفائر الترابية التي توجد في المناطق الصحراوية، أنا هون بجمع المياه مثل مثلا عندنا سد البرقع. خمسة، بناء السدود. أهم السدود في الأردن سد الملك طلال وسد وادي شعيب ووادي العرب ووادي الموجب. إذن أخذنا من مؤشرات الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية وللموارد المائية، الآن بدنا نيجي نحكي عن مؤشرات استغلال أمثل للموارد المعدنية. أنا بقدر أني أستفيد من المعادن بطريقة أفضل من خلال عدة طرق: التدوير، إعادة استخدام بعض المعادن، استبدال المواد التي أصبحت أكثر ندرة بمواد أخرى، ومنشوف مصادر للطاقة. أول إشي خلينا نحكي عن التدوير. التدوير ماذا يعني؟ هو إعادة استخدام المواد والنفايات الصلبة والمعادن مرة أخرى دون اللجوء إلى تصنيعها. يعني مثلا أنا بشوف عجل، هذا العجل خرب في السيارة والسيارة بدها تغيره وتزده، لا، باجي بعمل تدوير مرة ثانية من الأول وجديد، وشو بقدر أنا من خلاله أستفيد من هاي المواد. زي كيف تعالوا تطلعوا هاي العجال عملوا فيها كراسي وعملوا فيها إشي كتير حلو في البيئة اللي هم فيها، حجارة طلعوا عملوا منها لوحة فنية، الأقلام طلعوا الطريقة اللي عملوها، عملوا لها مثلا كاسة من علبة بيبسي أو ما إلى ذلك من الأمور، الملابس طلعوا كيف أنا بعمل على تدويرها، الزجاجات وغيرها من الأمور أنا بعمل على تدويرها. طيب إعادة استخدام بعض المعادن، إحنا بنقدر نصنع المواد والنفايات الصلبة والمعادن بصورة جديدة مثل صهر الحديد، الخردة. الخردة اللي احنا بنستغني عنها في بيوتنا، حديد بيكون مصنوع لنا بصير خردة بنستغني عنه، انا بقدر اني اصهره وارجع اعيد استخدامه في منتج جديد. طيب ايضا عندنا استبدال المواد التي اصبحت اكثر ندرة بمواد اخرى، في عندنا مواد قل وجودها في الطبيعة اصبحت نادرة معرضة للانقراض، بستخدمها بستبدلها بمواد اخرى. يمكن استخدام الألمنيوم بدل النحاس، النحاس أقل وجود في البيئة، أنا بستخدم بداله الألمنيوم لأنه أكثر تواجد، بينما يندر النحاس فإن هناك تراكمات في البوكسيت والطين والتي تحتوي على كمية كبيرة من الألمنيوم أكبر مما يستطيع الإنسان استخدامه. طب تعالوا نتعرف على الطاقة. أنا بستخدم مصادر الطاقة الدائمة. زي إيش مصادر الطاقة الدائمة؟ زي طاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة الشمسية، هدول موجودين في الطبيعة بتجددوا لحالهم، أنا ما باجي بحكي مثلا للشمس اشرق اليوم أو لا تشرق اليوم، لا، هي موجودة في الطبيعة دائما، فهي مصادر لا تنضب. والأردن يسعى أن يوفر الطاقة الكهربائية من خلال طرق غير الطرق التقليدية اللي هي مصادر النفط، في عنا طرق أخرى زي تركيب الخلايا الشمسية وزي مراوح الهواء بمختلف المناطق الملائمة، هاي خلايا شمسية، وفي عنا مراوح الهواء اللي الأردن بيحاول من خلالها يوفر مصادر الطاقة. طيب عنا كمان الاستخدام الفعال للطاقة، وهي استخدام كمية أقل من الطاقة لأداء نفس الوظيفة، بستخدم كمية أقل من الطاقة. زي إيش؟ زي مصابيح توفير الطاقة والعزل الحراري في المنازل، هذا العزل الحراري بيستخدموه حتى يمنعوا مثلا وصول أشعة الشمس أو وصول الهواء البارد، فهذا العزل الحراري مورد طبيعي قلل من كمية استخدام مثلا المكيفات، من كمية استخدام المراوح الصوبات، هاي بعض من الطرق التي نستطيع من خلالها نحن الاستخدام الفعال للطاقة. في عندنا مصابيح توفير الطاقة اللي كلنا بنعرفها، اللي بدل ما أنا أحط هاي المصابيح اللي بتزيد من استخدام الطاقة، لا، أنا بحط مصابيح توفير الطاقة. هيك إن شاء الله بنكون انتهينا من درسنا السادس في هاي الوحدة واللي تحدثنا فيه عن الاستخدام الأمثل للموارد. إن شاء الله رح نلتقي مع بعض في وحدة جديدة، الوحدة القادمة اللي بنتحدث فيها عن السياحة، ويعطيكم ألف عافية على حسن استماعكم.